السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب بالصف الخامس، اليوم رح نحكي عن تقدير نواتج الضرب. طبعا أخذنا بالصف الرابع كيف نقدر ونقرب الأعداد. هلا لو أنا بدي أجي أقرب هذا العدد لأقرب 100، 217، رح أجي أطلع وين منزلة المئات. هيا بطلع على المنزلة اللي قبلها، الواحد، الواحد بعطي ما بعطي، فهاي رح تضل زي ما هي والباقي أصفار، صح؟ هيك كنا نقرب. هلأ واحد واثنين والثلاثة والأربعة والصفر ما بعطوا، الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بيعطوا. صارت شو؟ 200 ضرب 8. أول إشي بعمله بنزل الأصفار، شو صار عندي؟ صار عندي كأنه هدول مش موجودين، 2 ضرب 8 16، صار عندنا 1600. هلأ هون لو بدي أقرب هذا العدد، هاد أقرب أقرب 100، هون بطلع المنزل اللي قبلها، 8 بتعطي بتعطي، شو هاي رح تصير؟ 7 والباقي أصفار ضرب. هلأ هون بباجي على 2 لأقرب 10، 3 بتعطي؟ لا ما بتعطي، شو رح تضلها؟ 20. هلأ هون لما بدي أضرب رح أنزل أصفار، 1 2 3، بنزل 3 أصفار، 2 ضرب 7 14، صار عندي 14000. تمام. هلأ هون عندي بحكي لي يمكنني أيضا أن أقدر نواتج الضرب باستعمال الأعداد المتناغمة. شو من الأعداد المتناغمة اللي حاصل ضربهم بعطوني 100، مثل 50 ضرب 2، مثلا 20 ضرب 5 هاي 100. تمام. مثلا 25 ضرب 4 100. تمام. هدول بنسميهم أعداد متناغمة اللي هم حاصل ضربهم بعطوني 100. هلأ بحكي لي تبلغ مبيعات جمعية خيرية 2491 دينار في الشهر، أقدر مبيعاتها في 4 شهور. بما أنه بده أقدر فرح أضرب 2491 في 4. هيو لما أجي بدي أقرب هذا العدد 2491، بدي أقرب لأقرب 100، باجي بطلع 9 بتعطي بتعطي، فهي إيش رح تصير؟ رح تصير 5 والباقي أصفار ضرب 4، صح؟ هلأ هون شو رح أعمل؟ رح أنزل أول إشي الصفرين هدول، 4 × 4 ضرب 25 كم؟ 100، فرح تصير 10000. تمام؟